الى موضوعنا الصحي اللي الموضوع هذا كنا طرحناه الاسبوع الماضي، ومع الاسف كان عندنا مشكل بالاتصال مع ضيفنا الدكتور ايمن الفقير، والان سنعيد هذا الموضوع من جديد لمعرفه اكثر تفاصيل حوله، وايضا يعني كل الاجابات المتعلقه بما يتعلق بالحساسيه الصدريه المزمنه او التي تعرف ايضا بالربو الشعبي. هي اضطراب التهابي يصيب الجهاز التنفسي ويؤدي الى تورم تضيق الممرات الهوائية، ويسبب ظهور مجموعة من الأعراض التنفسية. سنتحدث عن أسبابه والوقاية والعلاجات مع الدكتور أيمن الفقير كما ذكرت، الذي يحدثنا مباشرة من القاهرة، استشاري أمراض الصدر والحساسية. دكتور أيمن صباح الخير. صباح النور، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا دكتور، على امل انه هذه المره ان شاء الله لا ينقطع الاتصال، لانه بحاجه الى معرفه كل الاجابات. اذا حساسيه الصدر او الربو الشعبي ومعدل حدوثها، بدايه ما هي هذه الحساسيه وما معدل حدوثها عند الانسان؟ الاول ناخذ تعريف للربو الشعبي. التعريف اللي هقوله ده حسب نزل في اخر ريبورت اللي هو جينا 2022، وده يعتبر المرجع الاول عالميا اللي بنتعامل من خلاله في تشخيص وعلاج ومتابعه كل حالات الربو الشعبي. اول جمله في التعريف اتز هيتروجينس ديزيز، يعني مرض غير متجانس. مرض غير متجانس يعني له العديد من انماط او صور مختلفه، بعكس ما كان بيتعامل معك كوحده واحده او مرض موحد. لا، دلوقتي احنا بنقول انماط مختلفه او فينوتايبس، وده اللي هتحدد بعد كده، هتفرق في حاجات كتير في التشخيص وفي العلاج. تاني حاجه في التعريف بتس كرونيك انفلاميشن، يعني التهاب مزمن. لو فهمنا النقطه دي وتعاملنا معها على ان هو مرض مزمن، هتختلف تماما عن ان احنا بنتعامل معه كمرض عادي. ما هوش مثلا مرض خد له كورس علاجي وينتهي الموضوع، لا، هو مرض مزمن. يبقى لو ادركنا الحقيقه دي وتعاملنا معها هتفرق معانا كتير في العلاج ومع المريض نفسه في ان هو استجابته للعلاج وانه يمشي على البرنامج العلاجي المحدد. يتميز بايه؟ يبقى احنا قلنا هيتروجينس، مرض غير متجانس، عباره عن التهاب مزمن لشعب او الممرات الهوائيه ويتسم بيه. اول عرض مهم جدا بيميزه وجود ازيز في الصدر، صوت تزييق او ازيز او صفير في الصدر. ثاني حاجه ضيق في النفس، ان المريض جايب صوته يقول انا حاسس بضيق في الصدر، حاسس بنفسي سريع او حاسس بنفسه قصير، وبعد كده وجود الكحه. الكحه ما بتبقاش عنصر اساسي لكن بتبقى موجوده مع معظم الحالات. اهم ما يميز الاعراض دي كلها مجتمعه ان هي مش ثابته على مدار اليوم. يعني اللي بيميز الاعراض دي الفاريابيليتي او التنوع في الحده، ارتفاعا وانخفاضا على مدار اليوم. ممكن المريض في الصبح تبقى الحاله متوسطه، وممكن بعد العصر تزيد شويه وتهدى تاني، بالليل بتزيد خالص. التنوع في حده الاعراض زيادة هو نقص من أهم ما يميز حساسية الصدر. ولو قلنا في البداية إن هو مرض غير له أنماط مختلفة أو فينوتايبس، ففي تقسيمة أخيرة للربو الشعبي. في الربو التحسسي، وده بيظهر في سن صغير، بيظهر دايما في الأطفال أكثر، وبيبقى مصحوب بتحسس في أماكن مختلفة تاني في الجسم. يعني بيبقى مصحوب بإكزيما في الجلد، بيبقى مصحوب بالتهاب في ملتحمة العين، بيبقى مصحوب بتحسس في الانف والجيوب الانفيه. فده بيبقى فيه حاجات عامه، ده اللي هو بنقول عليه الربو التحسسي. في الربو الغير تحسسي، وده بيبقى مصحوب باعراض في الجهاز التنفسي فقط، اللي هي علامات الربو مقتصره على الجهاز التنفسي فقط، وما بيبقاش بيتاثر او بالمؤثرات الخارجيه زي الربو التحسسي. في الربو المرتبط بالسمنه المفرطه، يعني مرض السمنه المفرطه بيبقى بالخلايا الدهنيه بتفرز بعض العناصر اسمها الليبتينز اللي بتزود التحسس وبتزود ضيق الشعب الهوائية، ده عنصر تاني. في الربو اللي هو بيبقى بنقول عليه ايه، المصحوب بضيق دائم في الشعب الهوائية، وده بيحصل نتيجة ان هو الشعب الهوائية بيحصل فيها ترسب في جدار الشعب الهوائية، بيحصل ترسب لمادة اسمها الكولاجين، فبيخلي الضيق ثابت، او يعني الاستجابة له كاتساع الضيق في الشعب زي ما بيحصل في الانواع التانية من الربو، بيبقى ده برضه موجود. فكل دي انماط مختلفة من الربو الشعبي، اللي كل نوع منها بيختلف في التشخيص وفي العلاج. معدل طيب حدوث الربو الشعبي مش اقل من 10%، يعني لو بنتكلم في نسبه ان هو عندنا مجتمع فيه مثلا 100 مليون، هنلاقي مش اقل من 10% منهم مصابين بالربو الشعبي.
طيب دكتور، بالنسبة يعني تقريب وضحت لنا كل الأعراض، اختلافه عن بقية الأمراض الصدرية الأخرى وأنواع الربو الأخرى، وأيضا يعني كيف تكون هذه الأعراض وتفاوت حدتها خلال اليوم، ولكن دكتور يعني هل هذه الأعراض في حال لم تعالج إلى أي مدى يمكن أن تصل يعني سوء هذه الأعراض وحدتها عند المريض في حال وأنه لم يعالجها أو أهملها؟ مرض الربو الشعبي من الأمراض المزمنة، ولكن إذا المريض تلقى العلاج بصورة سليمة 100% هيقدر يعيش حياة بصورة طبيعية 100%. يعني حد حضرتك مثال، مريض الربو لو التزم بالعلاج بيقدر يمارس رياضة، لأن عندنا على سبيل المثال في رياضيين عالميين ومشهورين في كل مجالات الرياضة وبيعاني من الربو الشعبي، ولكن انتظامهم في العلاج والتزامهم به خلاهم بيمارسوا الرياضة. مريض الربو لو هو بيتلقى العلاج بصورة منتظمة، لو فحصته فحص الفحص السريري العادي أثناء تلقي العلاج هتقول عليه سليم، لو عمل اختبار وظائف التنفس هتلاقيه سليم، وده بيمثل يعني مثلا نقول نقدر نقول حالات 80% من مصاب الربو بيبقوا كنترول او تحت السيطره لو التزمنا بالعلاج. العكس تماما، مريض الربو لو لم يتلقى العلاج المناسب ويلتزم به هنلاقيه بيعاني من الاعراض بصوره غير عاديه مبالغ فيها، ازيل في الصدر مستمر، نهجان، لو مشي يحس بصعوبه، لا بيقدر ينزل شغله ولا بيقدر يمارس رياضه ولا يروح مدرسه ولا جامعه، بتلاقيه على طول بتردد على الاستقبال او الطوارئ ان هو يحصل على موسعات الشعب في صوره النيبولايزر. يعني نقدر نقول دخل في مرحله شبه اعاقه، الفرق بس ان هو لم يتلقى العلاج او لم ينتظم عليه. الحاجه الثانيه ان هو كل ما نتلقى العلاج بدري كل ما بيؤدي ان هو الشعب الهوائيه بتبقى استجابتها افضل، بمعنى ان المريض اللي هو ما بيستخدمش بخاخه الكورتيزون بدري ممكن بيحصل بعد كده معاه ان هو الكولاجين بيبتدي يترسب في جدار الشعب الهوائيه، يبقى بدل ما كنا حاجه نقدر نسيطر عليها بالعلاج السيطره بتفقد تدريجيا مع الوقت. طيب دكتور، اضافه الى هذا، ما هي ابرز العلاجات الاخرى؟ ما هي العلاجات التي قد يتلقاها المريض وانه تساعده حتى ولو لم تكن معناها انه يعني شفاء تام نظرا الى انه مرض مزمن، حتى ولو انه هي مؤقته، ما هي العلاجات؟ هل هي ادويه؟ هل هي انه اشياء اخرى يجب اتباعها؟ بالنسبة للربو الشعبي زي أي مرض مزمن صعب نقول كلمة علاج، لازم نقول الخطة العلاجية أو البرنامج العلاجي. لأن لو كتبت له وصفة زي أي مرض حاد وأخذها ومشي وأقول له تعالى بعد أسبوع أو أسبوعين يبقى ما عملناش أي حاجة. الخطة العلاجية بتاعتنا إن إحنا أول حاجة نستبعد كل الأمراض التانية المصاحبة اللي بتأثر على الربو. يعني المريض أنا شخصته إن هو ربو، لازم أستبعد وجود ارتجاع في المريء، لازم أستبعد وجود التهاب مزمن في الجيوب الأنفية، لازم استبعد وجود بعض مشاكل القلب اللي هي بتزود صعوبه التنفس فبتخلي الاستجابه للعلاج ضعيفه. طبعا الاقلاع عن التدخين ده رقم واحد، ما ينفعش مريض ربو يبقى بيدخن وبيقول لا انا مستني اتحسن، او اقول له خد العلاج وانت بتدخن، اقول له كده ما عملناش اي حاجه وما هيبقاش في اي استفاده من العلاج ولا هيبقى في اي تحسن. نستبعد وجود الادويه اللي بتاثر على الربو زي بعض ادويه الضغط اللي هي تنتمي لمجموعه البيتا بلوكرز، ما هي بتضيق الشعب الهوائيه. المسكنات لو مريض بيعاني من الام مزمنه او عنده مشاكل في العظام نختار بعض انواع المسكنات اللي مش بتاثر، لان معظم المسكنات المتاحه بتزود التهاب الشعب الهوائيه اللي هو بيسبب ربو فبالتالي بيزود الضيق. كل دي حاجات لو هي موجوده وانا بقول للمريض خد العلاج وهو مش متحسن، طب ما هو طبيعي مش هيبقى متحسن، هيبقى المريض بياخد العلاج ولكن موجوده معاه الحاجات الثانيه اللي ما حطيناهاش في الحسبان، فبالتالي بيبقى ايه؟ بتبقى موجوده مع الاعراض. الحاجه الثانيه احنا قلنا لازم نبقى متفقين ان الكورتيزون عن طريق الاستنشاق وليس عن طريق الفم اللي هو الحقن او الاقراص، الكورتيزون عن طريق الاستنشاق. بنقول عن طريق الاستنشاق لان موجود بصور مختلفه، في صوره البخاخه العاديه اللي هي الايفو هيلر، في صوره الكبسول اللي هو بيتحط في الجهاز وبنضغط عليه وبنشفط المحتويات بتاعته، في صوره جهاز الديسكس اللي هي بتبقى النظام. كل دي صور نقدر نستخدم بها الكورتيزون عن طريق الاستنشاق اللي هو بنقول عليه حجر الزاويه الاساسي في علاج الربو الشعبي. احنا بنبدا في علاج الربو الشعبي بعد ما قلنا اتفقنا على الحاجات اللي بنتجنبها، بنبدا في العلاج، بنقول للمريض، بنحدد المريض في انهي مرحله وبناء عليه بنبدا العلاج. يعني هو هنقول مثلا السلم العلاجي بتاعنا عباره عن 5 درجات،
اول وتاني درجه ان هو المريض بنقول له استخدم بخاخه تحتوي على الكورتيزون وموسع للشعب ممتد المفعول. بيستخدمها مثلا لو كانت الحاله بسيطه بنقول له استخدمها عند اللزوم. وممنوع استخدام البخاخات اللي تحتوي على السلبي تامول. يعني بحاول اوجه رساله، بلاش يا جماعه المريض الربو الشعبي يستخدم البخاخه اللي بتحتوي على السلبي تامول كموسع للشعب بس، لان هي ما هيش بتعالج الالتهاب، هي بتعمل توسيع للشعب مؤقت. فهي بخاخه بتستخدم للطوارئ. في ناس للاسف بتسرف في استخدامها. الاسراف في استخدامها بيخلي بعد كده الشعب الهوائيه غير مستجيبه للعلاج، لان بيبتدي المستقبلات اللي موجوده بيحصل تاقلم عليها. فمهما نزودنا بنزود، مهما نزود وما بيبقاش في استجابه، فهي كموسع للشعب لكن مش مضاد للالتهاب. نرجع لموضوع استخدام الكورتيزون، استخدمنا بخاخه بتحتوي على الكورتيزون وماده وبيبقى ممكن موجود معاها فيها العنصرين، فيها الكورتيزون والماده موسعه الشعب ممتده المفعول. بيستخدمها المريض. استخدمها ولقينا الاستجابه ضعيفه ممكن نستخدمها بصفه مستمره مرتين في اليوم. لا، استخدمنا الحاجات دي ولقينا برضو المريض ما مش مستجيب بننقل على الستيب اللي بعدها، بنضيف موسعات الشعب، بعض موسعات الشعب زي السيوفيلين عن طريق الاقراص. بنضيف بعد كده المرحله اللي بعدها ان احنا ممكن نضيف استخدام نوع ثاني من موسعات الشعب ينتمي لمجموعه اسمها اللاما او الانتي كولينرجيك، غير الموسعات الشعب اللي هي اللونج اكتنج بيتا 2 اجونست. يعني احنا كده متاح معانا نستخدم الكورتيزون ونزود الجرعه بتاعته لحد معين، نضيف معاه نوعين من موسعات الشعب. استخدمنا الحاجات دي كلها لقينا مفيش استجابه، وصلنا اللي هو ستيب 5 اللي هو خلاص اللي هو اعلى درجه في السلم، خلاص نبتدي نفكر في حاجات ثانيه. نعمل فينو تايبنج للمريض، ان احنا نشوف نوع الحساسيه اللي عنده عن طريق اللي احنا نشوف اولا الالتهاب التحسسي عباره عن سلسله من التفاعلات، يعني مرحله بتسلم الثانيه، والمرحله دي كلها مسؤول عنها خلايا التهابيه ووسائط التهابيه واجسام مضاده. نعم دكتور. بنقيس كل حاجه منهم، بنشوف نسبه الاجسام المضاده، هل هي ارتفاع في نسبه الاجسام المضاده بس، هل ارتفاع في الخلايا الالتهابيه بس، وبناء عليه بندخل في حاجه اسمها العلاج البيولوجي. وده مهم جدا، بس نبقى عارفين تماما ان العلاج البيولوجي ده ما هوش عباره عن حقنه سحريه بياخدها المريض وبيخف منها ويشفى من الحساسيه تماما. هي حاجه لما بنستخدمها لما نلاقي المريض وصل لمرحله نستخدمنا كل الادويه معاه، اضطرينا نستخدم جرعات من الكورتيزون عن طريق الفم، المريض بتحصل معاه نوبات تفاقم وعلى اثرها بيضطر يدخل عنايه مركزه ويتحط على جهاز تنفس صناعي. ساعتها وصلنا للمرحله دي للمعاناه. طبعا زي ما قلنا نرجع تاني ونقول بعد استبعاد كل الاسباب الثانيه. نعم. ادويه، اذا كان المريض بيستخدم ادويه، عنده امراض ثانيه ما تعالجتش، بعد ما استبعدنا كل الاسباب وصلنا للحد الاقصى من العلاج ولقينا مفيش استجابه، ده قلنا هنقول معاه 5% هنجرب العلاج البيولوجي. طيب دكتور، العلاج البيولوجي ده حديثا، نعم بحديثك على يعني كمل لنا عن العلاج البيولوجي وعذرا على المقاطعه، بالاضافه الى ذلك حبيت اسالك عن الوقايه خاصه للناس التي لا تعاني، ولكن ما هي اساليب الوقايه ايضا؟ طبعا اساليب الوقايه مهمه جدا، واحنا برضو بنقولها في من ضمن البرنامج العلاجي. اول حاجه ان هو يبعد عن اي مصادر لها مواد كيماويه او لها روائح نفاذه، بمعنى ان ساعات مريض الحساسيه لو ساكن في منطقه مثلا بيزيد فيها التعرض للمواد الكيماويه ونقل من المكان اللي ساكن فيه او غير سكنه بيتحسن بنسبه كبيره. لو بيشتغل في حاجه فيها برضه مواد كيماويه او دخان وبعد عنها هيتحسن. الحاجه الثانيه بالنسبه برضه لتربيه القطط او الكلاب او الحيوانات الاليفه، من ضمن الحاجات وجودها في البيت بيأثر على الربو. التهويه الجيده في المكان من ضمن الحاجات برضو اللي بتقلل حدوث اتاك وبتساعد على سرعه الاستجابه للعلاج. فكل هذه امور مهمه جدا. التعامل مع الطيور، نعم، والحاجات دي بقدر الامكان كل ما يقلل التعرض للطيور كل ما هيقلل برضو فرصه التدهور او ان ممكن تحصل معها امراض ثانيه بتاثر فبتزود تعقيد الامور يعني. نعم دكتور، إذا إن شاء الله بالحديث عن هذا الموضوع، بالحديث أيضا بالابتعاد عن الملوثات والتدخين والمدخنين أيضا، دعنا دكتور نخصص فقرة عن موضوع التدخين بأشكاله وخاصة الإلكتروني والصيحات الجديدة مع السجائر الإلكترونية والأمور اللي قاعدين يحذو فيها ونكهتها ومضارها ومخاطرها أيضا. إن شاء الله سنخصص هذا الموضوع معك في اللقاء القادم دكتور أيمن الفقير، استشاري أمراض الصدر
الصدر والحساسية. شكرا جزيلا لك، حدثتنا مباشرة من القاهرة. شرفت بحضرتك. شكرا وانا اكثر. شكرا دكتور. مشاهدي